معكم نور براد عين بلوبي 23، كملين معكم بسلسلة فيديوهات مادة الدارات الكهربائية من قسم العملي منها. اليوم رح نحكي عن قانون مقسم الجهد في الدارة التسلسلية. أول شيء عندي هاي الدارة مثل ما مطلوبة مني، لازم أعير الجهد على 8 فولت. أول شيء بوصل بجيب المنبع عندي، بوصل الأسلاك هون هدول، بوصل على لا على التعيين السالب على السالب الموجب أو مفرق. بجيب أقطاب الآفو لأساسها رح تطلع معي قيمة 8، بوصل الأحمر على الأحمر والأسود على الأسود. هيك بنكون خلصنا تعيير الجهد. وهلا بدي أحسب المقاومات R1 R2 R3. نظريا بيكون عن طريق الألوان، عمليا بيكون عن طريق الآفو. هلا بدي احسب المقاومات اللي عندي، بدي ابلش هي كل شيء عندي اياها R1 R2 R3 لاني انا محتاجه ل R equal مشان قانون مقسم الجهد. اول شيء بحسبه نظريا عن طريق الالوان، عمليا بعيه عن طريق الافو بتطلع معي القيم، وبتاكد انه يعني لازم يطلعوا قيم متقاربه بالالوان عن طريق الافو. عندي هلا هون ثلاث مقاومات بدي اوصلهم على التسلسل. هلا انا لما حسبتهم انه حسبت المقاومه الحاله تكون معزوله، بس انا هلا بدي اوصلهم على التسلسل حسب ما مطلوب عندي هون R1 R2 R3. بكمل توصيل الداره. وعندي بدي احسب ال R equal. كيف بحسبها نظريا؟ انه R1 R2 R3 لاني الدارة موصولة على التسلسل. هلا بدي احسب جهود الجهد لكل مقاومة، يعني V1 V2 V3. اول شيء بحسبهم عمليا عن طريق الافو. اول شيء الافو لازم اعير المجال، احطه على القسم الجهد المتناوب المستمر عفوا، وبحط القيمة على 20 لأن القيم عندي صغيرة. عندي هون الأحمر بيكون على الفولت، وهون عندي على الأرضي لكم. أول شيء بحط هون القفل الأحمر على القفل الأحمر، بحط الأسود هون، بركز إنه هون لازم أحط الأسود، بتطلع معي القيمة على الأفو. بعدين بحط هون كمان بهالطريقة، بحسب الـ V2 هون الـ V3. انا هيك عمليا حسبت ال V1 V2. وهلا كيف بدي اتاكد من قيمهم نظريا؟ عن طريق قانون مقسم الجهد اللي هو بنص على في احد المقاومات يساوي في الايكوال اللي هو عندي 8 ب R1، يعني المقاومه احد المقاومات على R ايكوال الكلي اللي انا حسبته مسبقا. ومجموع الجهود اللي حسبتهم انا مثلا V1 V2 V3 لازم يطلع 8 مثل ما انا مطلوب مني. وهيك بنتاكد اذا ما طلع 8 معناتها انا عندي غلط. وما بننسى نحط الفولت اخر شيء، هي الواحده.